هو لسه مرزوق ده بقى اتاخر كده ليه ان شاء الله؟ زمانه جاي يا اخويا، وبعدين الغايب حجته معاه. بقول لك ايه، انا مش متفائل. ليه بس؟ ليه بس؟ انت مش شايفاه اتاخر بقى قد ايه؟ بعدين اللي ما يحترمش مواعيده ما يحترمش الناس، ودي حاجه تقلقنا انا قوي بقى. طب استنى لما تشوفه، مش يمكن يعجبك؟ ان شاء الله يعجبني، ان شاء الله يطلع كويس. وانا اكره لك الخير يعني؟ لا ان شاء الله، والله هيعجبك وهو كويس. تحبيها بت؟ انا؟ لا طبعا، هو انا بتاعت الحاجات دي؟ على انا بت، ده انا خبزك وعجنك من وانت قد كده، وانت في اللفه. بص يعني هو يعني في حاجات كده ما بيننا زي ما تقول كده استلطاف، بس من بعيد لبعيد. وشافك فين بقى الواد ده؟ في خناقه. خناقه؟ ازاي يعني؟ قامت خناقه في محل القماش اللي انا شغاله فيه، وهو جاي يحقق ويمقق في الموضوع. في الموضوع برضو؟ ماشي، خليها في الموضوع. السلام عليكم. عليكم السلام. اتأخرت ليه يا مرزوق؟ كنت فين؟ لا مؤاخذة، جات لي مأمورية مفاجأة كده هي اللي أخرتني والله. معلش، حصل خير. سمعت بقى إنك عايز تتقدم لأختي بطة، الكلام ده صح ولا مش صح؟ وش كده؟ طب يا عم بس نقعد ونشرب حاجة كده. إيه ده؟ أنت بتشرب سجاير؟ لا لا لا، كنت بشرب. صح ولا مش صح الموضوع ده؟ هو صح ومش صح. نعم، يعني إيه مرزوق؟ لا يا جماعة، أنا قصدي ان انا يعني عايز اخطب الاول، وبعدين الجواز ده ان شاء الله قدام شويه يعني. طب ما منطقي جدا انك تخطب وبعدها تتجوز. معلش يا ادم، انا بس احب احدد الحدود قبل اي حاجه. ده جواز يا صاحبي مش اي كلام، وبعدين دي حرمه بيت ولازم نحافظ عليها. وبصراحه انا ما عنديش شقه، وعايش شويه وقت يعني كده لحد ما احوش تمنها وادور عليها والاقيها. تحوش وتدور؟ ده هتبقى اختي عجزت وكبرت ووشها شقه. لا ان شاء الله خير، ان شاء الله ربنا يعطرني فيها والاقيها بسرعه. وبعدين زي ما انت شايف انا امين شرطه وبدرس في كليه الحقوق، وان شاء الله فاضل لي سنه واتخرج وابقى ظابط قد الدنيا. ده انت مطحون زينا بقى يا عم مرزوق. وهو مين مش مطحون في البلد دي يا ادم؟ معاك حق. وانت عايش مع مين بقى على كده؟ مع امي. انا اخ على اربع بنات، بس الحمد لله كلهم اتجوزوا يعني، ومش فاضل غيري. تاهت ولقيناها. عايش مع امك يبقى تتجوزوا في شقه الوالده. لا أنا عايزة شقة لوحدي. جرى يا بطة، أنت عايز الشقة ولا مرزوق؟ الشقة طبعًا. عين العقل. حاجة تاني؟ بقول لك إيه يا عم عبيد؟ ما تفكك أخويا من حكاية تصوير المستندات دي، وتيجي تشاركني. أشاركك؟ أشاركك فيها زغلول. أنا أقول لك، تضم محلك على محل الملابس بتاعنا، وربنا يكرمنا ونوسع المجال. أيوه بس أنا الصراحة يعني ما بفهمش في شغلانة الملابس بتاعتكوا دي. أنا ومين بيفهم يا حبيبي؟ أنا ذات نفسي ما بفهمش في الملابس. شوف يا عبيد أخويا، ما دام الرزق حلال ربنا بيبارك وبنستر الناس، ربنا بيكرم. أيوه بس الصراحة يعني أنا يعني ما زي ما تقول كده ما معيش فلوس يعني أشاركك بيها. ما تشيلش هم، اعتبر نصيبك في الشركة مهرها أنا بنتي. أنا بنتي؟ أيوة يا عم عبيد، مهرها. مهرها من مين؟ من ابني الديسي زغلول الديسي. الديسي؟ الديسي يتجوز أنا؟ اليمامة دي تتجوز الديسي؟ ماله يا عبيد؟ واد مجدع وكتسيب وبيحتكم على مشروع قد كده، واد مارش. شوف يا حبيبي، عايزك تروح تفكر وتشاور وبعدين ترد علي. ايوه يا عم زغلول، يعني ما تاخذنيش يعني، انا نسبتي هتبقى نص بالنص. نص بالنص ايه يا عمونا؟ شوف محلك وشوف محلنا. لا بصراحه بقى انت ناوي على طمع. لو يا عم لا طمع ولا حاجه، صحيح انتوا محلكوا اكبر، بس انا برضو المحل بتاعي مرزق، عتبت مرزق وكفايه ان هواه بحري. طب احنا عاملين حسابنا نركب اير كومبيشن. عم سيبك من الاير كومبيشن والحاجات اللي انت عمال تقولها دي. انا نسبتي هتبقى كام؟ انا اقول لك يا عبيد اخويا، عشان انت حبيبي هديك 10%. 10%؟ 10%؟ دي قيمتها انا؟ ليه؟
انت عاملها بالوزن؟ بصراحة بقى أكتر من كده تبقى واقفة بخسارة عليا. يا عم مات أقولك على حاجة، إحنا هنخليها 30%. لا 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 حبيبي ده كتير قوي كده، تبقى بخسارة عليا. يا عم هو أنت بتشتري قماش ولا بتفصل جاكيتك؟ شوف خليهم 25% والنبي ما انت قايل حاجة وتقول مبروك. وهتجربني ولعلمك أنا مرزق، لو شاركتني شوف الخير اللي هيجيلك. وبعدين يا جورج أنا حاسة إن بنتي بتضيع مني، الدكتور ما قالكش حالتها دي هتفضل قد إيه كده؟ قال لي لازم نهودها وناخدها على قد عقلها لحد حالتها ما تهدى وتمر بسلام. لغاية إمتى؟ الدكتور ما قالش، المهم مفيش داعي نضايقها، كفاية اللي هي فيه. جيب العوائب سليمة يا رب. على فين يا بنتي؟ ها؟ معرفش يا بابا، أنا بكلم جو على التليفون مش بيرد، قلقني قلت أروح أشوفه فين ده. هتدوري عليه فين يا نانسي؟ في الشقة، ما هو قال لي امبارح إن هو هياخد حد من العمال وهيروحوا يظبطوا حاجة هناك، وأكيد طبعا سايب موبايله سايلنت وما بيردش كالعادة. طب استني أما ألبس وأجي معاكي. لا يا بابا أنا هروح وأجي بسرعة. هتسيب بنتي كده يا جورج؟ دكتور قال لازم نسيبها على راحتها، ما نعاندهاش عشان حالتها ما تسوقش اكتر. هو في اسوأ من كده؟ استر يا رب، انا خايفه بنتي تعمل حاجه في نفسها. ما تخافيش، هي هتروح تدور عليه مش هتلاقيه، هترجع تاني. وفرت سألت حد وقالوا لها انه مات، بنتي هتنتحر يا جورج. معاك حق، أنا هلبس بسرعة وامشي وراها وراقبها من بعيد. الحقها الحقها لا تعمل حاجة بنفسها، جيبي العوائب سليمة يا رب. والله العظيم خلصت وجاية في الطريق خلاص، أنا في السوبر ماركت اللي قدام الجامعة بجيب حاجة كلها عشان هموت من الجوع. يلا بقى قفلي بلاش ملل. ماشي يا غلسة مش هتأخر. ايه يا معلم أنا في الجامعة. طب بقولك ايه، اسبقوني انتوا بقى على البيت يا اخي، متبقاش برد بقى. يلا اسبقوني. بقولك ايه افتح كلمك تاني، كلمك تاني. وانت هنا ده انا نفسي ازنقك الزنقه دي من زمان. تعالي لي يا بطه. إيه لو سمحت، عايز نص كيلو جبنه رومي وربع زيتون كلامات. هاي ازيك؟ على فكره انا زميلك في الدفعه، انت مش فاكراني ولا ايه؟ لا مش واخده بالي. ازاي يعني العربيات السبور اللي قلبك الجامعه دي كلها مش شفتهاش خالص؟ شفت العربيات بس ما همنيش اعرف مين صاحبهم. اه انا بقى ستي صاحبهم، وجات لك الفرصه انك تتعرفي عليا. كريم كريم ابو المكارم. على فكره انا كنت حابب يعني اسجل اعجابي الشديد بتفاصيلك. بتفاصيلك؟ اه تفاصيلك، يعني لبسك، ستايلك، ريحه بارفانك، كل دي اسمها تفاصيل. وانت بقى يا ظريف فاكر نفسك كده بتعاكس؟ عاكس ايه الجو القديم ده؟ وايه الجو الجديد بقى؟ انا مش الشباب اللي بيخلص. بتخلص ايه بالظبط؟ ما تيجي ونسميه مليجي بقى. نعم. ايه في ايه؟ طب يلا نسميه عبد الله. اه انت قليل الادب بس لذيذ. طب يا لذيذ لو ما مشيتش من قدامي دلوقتي حالا همسح بكرامتك الارض. طب خلاص خلاص اشوفك وقت تاني تبقي هاديه. تاكس. ايه السماجه دي؟ ساعديني بدل ما بتجيب. يا مساء الورد والفل والازهار على احلى ام في الدنيا. يا حبيبي مساء الفل يا حبيبي. افرحي يا صبرا. خير؟ بشرني يا وش السعد. بنتك المفعوصه كبرت وعدلها جالها. بتتكلم جد؟ اه والله. يا ما انت كريم يا رب. وده مين ده بقى ان شاء الله؟ ده شغال امين شرطه وبيدرس في حقوق. الله، وده عرفته منين؟ في خناقه. ايه خناقه؟ كان بيحقق ويمقق. حقق ويمقق؟ بس مقق صح. ربنا يفرحك يا بنتي، يعني انت شايف يا ادم ان هو طيب وبيخاف ربنا وهيخاف على اختك؟ بصراحة لا. ايه؟ لا يعني بهزر معاك. لا الواد شكله جدع وابن حلال، انت بس بشري ابويا والباقي على ربنا. احمدك واشكر فضلك يا رب، ربنا يتممنك على خير. قادر يا كريم يا رب. يا ما انت كريم يا رب. سامع الفال يا ام هنا؟ عشان تعرفي الخير على قدوم الوردين.
اتأخرت ليه يا راجل؟ كنت بعمل صفقة العمر. صفقة ايه دي؟ جواز هنا بنتك. جواز هنا؟ هي هنا بيعة وشروة عشان تعمل بيها صفقة؟ لا بيعة ولا شروة يا اختي، خاطبها طلبها وانا وافقت من حيث المبدأ. خطبتها لمين؟ لا لسه، هي بالسهل كده. دي برضو هنا، وهنا تتقل بالذهب. ما قلتليش مين العريس؟ الديسي. يا لهوي، الديسي؟ الديسي ابن زغلول الديسي؟ يا اختي الديسي ابن زغلول الديسي هو بعين. يا لهوي، ده طور، ده مهزايد الحتة وغبي من يومه. ايوه يا اختي، بس مقرش، وقرشه بقى يخلي غباوته زكاوة. وبعدين هيشاركني، نفتح المحلين على بعض وابقى شريكه بالربع، ونسيبنا بقى من حكاية تصوير المستندات وبيع الأرواح والملابس للعيال والحاجات اللي ما بجيبش همها دي. يعني انت شايف كده يعني؟ امال ايه، خلينا بقى نكسب بالجنيهات، سيبك بقى من القروش والشلينات وكلام الفارغ ده. طيب بس انا مش عارفة بنتك هتوافق علي ولا ايه، ده البنت ما بتطقهوش. ما هو ده دورك بقى يا ام هانا، عايزك بقى تليني دماغها ان شاء الله حتى تسقهولها بالمعلقة.